حبيبتي. بابا ايش البقالة اللي جنب فيها ترى فتحة جديدة؟ ومتى فتحت ما شاء الله؟ اليوم بابا فتحة جديدة. ها تبين فلوس يعني؟ لا بابا انا معي فلوس بس قاعد استأذن منك. اه صح صح تستدري مني، نسيت من كثر طلباتك. خلاص يا حبيبتي روحي واشتري. شكرا بابا. بقالة جديدة في عصيرات في كيكوات في فشارات، تعالوا مين يبغى يشتري؟ تبين نروح البقالة؟ ايه يلا يلا مشينا. يا سلام بسك فلوس هو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اشتري عصير بكم؟ هذا وين حط فلوسك؟ معكم فلوس؟ ايه معي فلوس. عندك عصيرات ربيع وعندك عصيرات حلوى وعندك فشارات. ها هذا شو تسوي بالولد؟ ها سرقت فلوسه، لازم اروح اعلم بابا. انا ابي عصير. ها وين فلوسك انت؟ فلوسي هنا. اقطع عصير واعطني فلوس. ايش تبي؟ ابغى هذا بكم؟ هذا بعشرة. طيب طيب. ها وين فلوسي؟ انا اخذت فلوسه وهو ما يدري مسكين. يويا شفت فلوسي؟ لا ما شفتها. يا حرام قطعت بالموجيحة. يا حرام ما لقيت فلوسي. بابا 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 بابا. وش فيك؟ طلعت البقالة الجديدة تسرق فلوس الناس. ها كيف كذا؟ يا بابا انا شفتها تاخذ فلوس من ولد. أنا عندي لك حل، أمشي أمشي. اسمعي، أنت روحي وأنا بصورك زين؟ زين. يلا بسرعة. هلا والله. يا حلو السلسلة اللي عليها. سلام عليكم. وعليكم السلام، وش تبغين؟ أبغى هذا وهذا. لا 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 في أحسن من هذا. يا بنت هذا نازل جديد. آه هذا اللي نازل عليه عرض؟ إيه هذا جديد. والله طلعت حرامية. كم هذه الأغراض؟ 5 ريال. خذي. شكرا. بابا بابا كريت ما سرقت مني شيء. ما سرقت منك شيء؟ ايه. سلسالك وينه؟ وين سلسالي؟ أنا علمك وينه. تعال تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوفي البنت هذه جاية وكان عليها سلسال، وين السلسال حقها؟ ما أدري أنا ما أخذتها. ها ما أخذتيها؟ وهذا ايش؟ هذا ايش؟ ها خلص خلص راح اجيبه. راح ترجعينه وراح تمشي معنا للشرطه الحين. يلا امشي. امشي امشي سامحني. امشي 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 الشرطه. امشي امشي امشي. يا سلام الحين بفتح السكريمات واجيب فلوس. ها وش تسوي هذه؟ شفتي صوتك واصل إلى إذني. مش بتسوين يا جارة؟ اللهم يا حسد بفتح اسكريم. طيب اشتري منك يا جارة. لا لا ما حبيع عليك، أبيع للناس الثانيين. أنت روحي بقالتك. والله إنها شريرة هذه الجارة. أخيرا خلصت الآيس كريمات. يلا تعالوا بقالة في آيس كريمات. تعالوا هوي تعال عندي في آيس كريمات. تعال هلا والله. ايش تبي آيس كريمات؟ سلام عليكم. هذه بقالة كلها آيس كريمات. ها ايه بس آيس كريمات. طيب ابغى آيس كريم واحد. آيس كريم واحد بعشرة. طيب هذه 10. شكرا. مع السلامة. يس اخذت 10. خليني اجمع الزيادة. ها تبيع الايس كريم ب10؟ كيف اذا بعيش داخلك اصلا انت؟ انا اوريك بابا العلم بابا عليك. بابا بابا جربتني قاعدة تبيع الايس كريم ب10. يا حول خليها لو تبيع ان شاء الله ب100. والله ما اخليها انا اوريها. لا تفضحينا يا بنت حلال مع جارتنا. لا بقالة بروح. وين السكريمات؟ السكريمات تعال عندي. السلام عليكم. عليكم السلام. أبي سكريم. عندي سكريم كثير. أبي هذا. هذا ب10. ها
طيب ايش بك زعلان ما تعطيني العشرة؟ ماما صارت كثير. ها بعت على الثاني بعد. خايفة ايش تبين انت؟ قومي ضف اغراضك بسرعة بدل ما علم الشرطة. ها شرطة لا راح اشيل اغراضي. ايه علشان مرة ثانية ما تكذبين على الناس. والله فكرة حلوة، يلا نروح نقول للعيال. هاي عيال عيال، تبون تسوون معنا تحدي البقالة؟ إيه نبغى نلعب معكم. يلا كل واحد يجهز بقالته الخاصة. يلا نجهز بقالتنا. بابا بابا. هلا حبيبتي. بابا قررنا أنا والعيال نسوي بقالة خاصة، ومين أحلى بقالة؟ بقالة على حسابي أكيد. ايه يا بابا كده على حسابك. تكفى بابا الله يخليك. طيب خلاص وش تبغى اطلب لكم؟ بنات يطلبون. ابطلب يس خلصنا. ها وش تبغون انتم بعد؟ نبغى بشاب وعصير. انا اعرف وش اطلب لكم احسن من البنات. نوريكم يا بنات جلادنا حلوه. ايوه ها يحسبون انهم بيصيرون احلى منا. مسكين. يلا اركب يا انا. يلا يلا اركب. اخيرا خلصت يويو. وش رايك؟ قسم بالله حلوه. يا حال شكرا ان هي زينه. هذه كلها بقاله، هذه بس فشار وعصير. عندنا بسكوت وعندنا سدوراني. ها عندك تقصد الفول السوداني. ايه هذا هو هذا هو. الحين بابي يجي ويحكم مين احلى، حنا ولا انتم؟ اكيد حنا احسن. نشوف ابغى احسب شوكولات حقاتهم. خير وش تبي؟ لا لا بس اشوف هذا. يلا قم قم الحركات ذي ما تمشي علينا. ما شاء الله وش هالحركات؟ يلا بابا مين احسن بقالتنا ولا بقالتنا؟ والله صراحة بقالات عيال فشار وسوداني عصير بس. والله انتم عندكم اشياء متنوعة. الفايز البنات. ها وش جاي؟ ايش فيك طفشانة انت كذا؟ ليش طفشانة؟ انت تعرف يا بابا المدرسة بعد اسبوع وانا الحين ما ادري وش اسوي. اصبر اصبر اوريك. ها؟ ها وش رايك؟ كفو ماما. شوفي هذه بقالتك الجديدة وطالب لك اغراض بعد توصل الحين عشان تبيعين بابا. يلا يلا تعالي. تعال بسرعة تعال. تقطع عند الباب والترزقين. شكرا يا بابا. ايوه هنا هنا ما شاء الله عليك. ايوه الكل يشوف. طيب يا بابا خرجت بسرعة. طيب طيب يا حبيبتي نوزع الاغراض ونرتبها. كفو بابا. انا خلصت وعدمت ملابسي. تعالي كملي العصيرات تعالي بسرعة. طيب بابا شكرا ما قصرت. والأغراض مرة حلوة وكثيرة. قربت أخلص. الحمد لله خلصت. بقالة من يبي يشتري بقالة بقالة. ها يا ماما رجولي حارة. ها ماما في بقالة. يا ولدي ما معنا فلوس. يو الحمد لله جاني زباين. بقالة بقالة من يبي يشتري بقالة. ها ايش فيهم ترى ما يبون يشترون؟ انا الشمس يا ماما ابغى بقالة. انت تعرف ما معي فلوس. يا حول ابغى عصير. ها هذول شو يقولون؟
شكلهم ما معهم فلوس. صح، بابا علمني ان انا اتصدق وراح اتصدق عليهم. لا لا ما بي، ما معي فلوس. لا لا لا، هذا اصلا هديه، من قالك ان انا ابي فلوس؟ ها مام وش نسوي يا بنت؟ ما معنا فلوس، رجعوا اغراض. يا خالة انا ما ابي فلوس، هذا هديه لكم. شكرا بابا يا بنتي. يا خالة استني استني، بروح اجيب لك وجهي. خذي يا خالة. شكرا والله يا بنتي. عفوا والله، هذه بقالتنا، اي شيء تبونه تعالوا عندنا. الله يحفظك يا بنتي، انا استعلم. اوه بقالة. هلا والله نورت. اوه بقالتك حلوة. ها طاحت البقالة، شكل انت اللي اعطيتها عين. لا لا يا بنتي، اعطينا انت اغراضك كلها. كم اغراضي؟ كلها 500. مبروك عليك، مع السلامة. بابا ابشرك، بعت كل الاغراض. ما شاء الله بهالسرعة. اي يا بابا، على تصدق يوم انا كنت قاعدة ابيع جاني 2 فقراء، بعدين تصدقت عليهم وجاني 1 غني وشرى كل الاغراض. ما شاء الله، هذه فائدة الصدقة، شفتي كيف؟ الله يبارك لك يا حبيبتي. اسكريم تعالي ناكل. والله وقتها حر. يلا تعالي ناكل. يلا يلا صوصي تعالي. انا ابي الفراوله. انا ابغى مانجا. مره طعمه حلو والله، حتى انا حقي مره حلو. والله طعمه لذيذ. والله اسكريمات. خير خير، وش تبي؟ ابغى اسكريمات. لا ما في اسكريمات. اعطيني بس واحد. ما في اسكريم. يلا راح. حرام عليك، ليش تسوين في كذا؟ ما حاعطي ايس كريم. حرام، ترى فقير ارحم الناس الفقراء. ها منك. انا بروح اساعد عشانك، انت صديقتي. ولد ولد، ايش فيك؟ انا راح اعطيك ايس كريم. ما عندي فلوس. عادي عادي، انا ادفع لك. يلا قوم. اشتري اللي انت تبي. اوكي، ابغى ايس كريم. الايس كريم هنا هنا. واو ما شاء الله، انت جايب كثير. ايه بجيب الجد وانا. والله ما توقعت انه بيعطيها. خلص. والله ما شاء الله تشترينهم، في ايس كريمات هنا. اروح اجيب من بعد. خلاص خلاص، جيب من هذا. يلا توتو توتو، تدرين ان يويو جاب لك اغراض ما نساك؟ ها وش جاب؟ شوفي الاغراض اللي هو جايبها لك. اعطي توتو. مرة أغراضها حلوة. يو أنا آسفة. خلاص سامحتك.